تعالوا نسوي شيشة كيك. بيضتين، نص كوب سكر، نص كوب زيت نباتي، روبا فانيلا، واخير شي رشة ملح. وهسه نخلط. الخطوة الثانية، طحين كوب واحد وبيكنج باودر، ونخلط. وبس لا تخلطوها هواي. زبدة، ندهن القالب كل الزين، وراها نرش طحين ونوزعه على الأطراف. أما بالنسبة لباقي الطحين نذبه وننزل الخليط بالقالب وندخلها للفرن على درجة حرارة 180. ترى بعدنا ما كملينا. باودر كريمة خفق، حليب، وهسه شنسوي نخفق. نغطيها وحاليا نتركها بالثلاجة. وهم بعد شوكولا محشية فراولة، ضروري شوكولا بالفراولة حتى تحصلون الطعم الأصلي، أو شوكولا زائد فراولة فريش، ونثرمها أنعم شي ممكن بهذا الشكل. أخبار حلوة، خلصنا. بقت شغلة واحدة بالنسبة للشوكولاتة المذابة، تقدرون تستخدمون أي نوع. نخلي شويونة قشطة ونمزجهم مع بعض. أخبار حلوة، جهزت الكيكة. شوفوا شكلها من الداخل، سفنجة صح؟ وجا وقت أهم خطوة، نخلي كيك عليها شوكولا ذايبة، عليها كريمة وشوكولا بالفراولة، ونرجع مرة ثانية. كيك شوكولاتة، كريمة شوكولاتة، وكيك وشوكولاتة ذايبة وكريمة، ونزينها من فوق بقطع الشوكولاتة. وبس شوفوا المنظر، بسم الله. ترى عذاب. لذيذة، خلصت. واحدة ثانية.